وزارة الصحة نظمت واحد الحملة وطنية تحسيسية اللي كتهتم بأهمية التغذية ديال الطفل خلال 1000 يوم الأولى من الحياة ديالو، اللي كتبدا من بداية الحمل حتى كيكمل الطفل عمر 2 سنين. هذا الشيء علاش بإقليم كرسيف كانت واحد الدورة تكوينية، واحد اجتماع اللي مع الجمعيات النشيطة في المجال الصحي في الإقليم ومع الصحافة المحلية باش يعاونونا يوصلوا الميساج لأكبر عدد ممكن، باش توصل لأكبر عدد ممكن من السكينة. كاينين دورات تكوينية وكاينين حملات تحسيسية حتى في المراكز الصحية وفي المستشفى، ولكن ما بغيناش نبقاو حابسين المراكز الصحية والمستشفى ديالنا، لا بغينا حتى الناس الفاعلين الجمعويين والصحافة المحلية وهذا تعاوننا باش نوصل يعني الميساج كلي للساكنة، وهذا الشيء كله من أجل مستقبل أفضل للساكنة ديال الكرسيف المحلية والمجتمع ككل. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشان وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.